لك كتير من المشاكل، كنت عايز تتعاقد مع بعض اللاعبات، كان في تأخير شوية، كان في بعض الأمور كده اللوجيستيك خلصها لك. احكي لي أبرز حاجة طلعت بيها من الجلسة تعاقدية بالنسبة للفريق. Très concrètement, بشكل c'était ملموس par rapport au recrutement des joueuses. Il avait الأمر كان jugé les choses très جيد فيما rapidement يخص توظيف لاعبات جدد والتعاقد مع لاعبات جدد. لقد وضع كل صلاحيات بيدي وساعدني كثيرا، مساعدته لي كانت أمر لا يقدر بالثمن. واليوم على مستوى البنية لدينا متطلبات كثيرة لأننا نعمل على أرضية بيضاء، هذا يعني أننا نعمل من نقطة الصفر، وبفضل كابتن الخطيب الأمور تصارعت إلى الأمام بشكل ممتاز وحققنا ما حققناه اليوم من نتائج جيدة. العلاقة بينك وبين شادي محمد، وخليني بس أعرف الناس على الجهاز بالكامل، ديمتري لبوف هو المدير الفني، كابتن شادي محمد هو مدير الجهاز، كابتن وائل السيد والمدربة الجزائرية حكيمة بوسيتا مدربين مساعدين، أحمد جمال سيد محلل أداء، رندا ياسر علاج طبيعي، هدير أحمد تأهيل وإصابات، روض عيد مدير الجهاز الطبي، حنان الزيني مدير القطاع الإداري، شريف سليم مسؤول استلام وقيد، محمود خشبة مسؤول مالي، وشروق شيرين أرشيف إلكتروني. اللي بيدير دول كلهم شادي محمد. إزاي العلاقة بينك وبين شادي؟ On travaille main dans la main. نعمل يدا بيد. نعم. Et j'en suis très heureux parce وأنا سعيد il est très présent. بالعمل معه لأنه شخص حاضر دائما. Sur toute la section féminine. و aujourd'hui on a un regard اليوم نحن لدينا نظرة مشتركة على الفريق كرة القدم النسائية، سواء الفريق الأول أو لعبة 18 عاما. بفضل العمل مع شادي نحن بنينا منظومة صلبة وقوية، ونحن نسير في الطريق الصحيح لتحقيق أهدافنا بفضل هذه الصلابة والعمل المشترك.